بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 77. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا بفضيلة الشيخ نرحب به، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا في لقائنا السابق مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن كتاب الجهاد، قال في صدره: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: ويتفقد الإمام، أي إمام المسلمين وولي أمرهم، لأن الأمر بالجهاد والتهيئة للجهاد وتنظيم الغزو من صلاحيات الإمام، وليس لأحد أن يأمر بالجهاد إلا بإذن الإمام وأمر الإمام، لأن هذا من صلاحياته، فلا يجوز لأحد أن يجاهد إلا بإذن إمامه وتنظيم الإمام. فإذا كان الإمام هو الذي يأمر بالجهاد وينظمه، فإنه يجب على الإمام حين الأمر بالغزو وتكوين الجيش أن يتفقده عند المسير، أن يتفقد الجيش عند المسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد الجيوش للغزو في سبيل الله ويقول لهم: أغزوا في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: بسم الله، أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا وليدا، ولا تمثلوا، ولا تغدروا. وكان يوصيهم عليه الصلاة والسلام بوصايا، يوصي قوادهم بمن معه، ويأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويخط لهم الخطط القتالية، ويأمر القائد بأوامر نحو هذا الجيش. فالإمام حينما يجيش الجيش للجهاد يجب عليه أن يؤمر فيهم أميرا يختاره من أحسنهم سياسة حربية، وأحسنهم تدبيرا ونظرا في الحرب، فيؤمره عليهم. وعندما يسير الجند بقيادة أميرهم، فالإمام ينظر في أفراد بعدما يعين الأمير، ينظر أيضا في أفراد الجند، فيمنع من لا يصلح ويقر من يصلح للجهاد، فيمنع المخذل الذي يخذل الناس عن الجهاد ويقول: أنتم ماذا تطلبون؟ وما هو غرضكم من الجهاد؟ الجهاد فيه ذبح وفيه جراح وفيه كذا وكذا، ويهول على الناس أمر الجهاد حتى يخذلهم ويفت في عضدهم ويرعبهم، فهذا يمنعه الإمام من الخروج مع الجيش. وكذلك المرجف الذي يخوف الناس بحال العدو ويقول لهم: لا طاقة لكم بعدوكم، عدوكم عنده قوة وعنده خبرة وعنده أسلحة وعنده كذا وكذا،
ويروج الشائعات بين الجند من أجل أن يخوفهم ويثبط عزائمهم، هذا هو المرجف. قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فالمخذل والمرجف لا يخرجان في جيوش المسلمين، لأنهما يحدثان في الجيوش ضعفا وهزيمة نفسية، هزيمة نفسية وحربا نفسية قبل أن يلقوا عدوهم. فيجب منع المخذل والمرجف من صفوف المجاهدين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس. نعم، للإمام أن ينفل، والنفل هو أن يعطى المقاتل زيادة على سهمه من الغنيمة إذا كان له موقف قوي في الجهاد بحسن تدبيره أو بشجاعته أو وثباته. فالذي له ميزة في القتال وله موقف قوي في القتال من الجند فإن الإمام ينفله، أي يزيده على نصيبه من الغنيمة بأن يعطيه من الغنيمة زيادة على سهمه تشجيعا له. هذا هو التنفيل، وهذا من صلاحيات الإمام. نعم. قال: وفي الرجعة الثلث بعده. عند الخروج ينفل، عند خروج الجيش ينفل القوي من الجند الذي له موقف قوي في القتال فينفله، يعطيه زيادة، هذا في بداية الغزو، يعطيهم الربع من الغنيمة بعد الخمس، لأن الغنيمة عند القسم يجب أن ينزع خمسها، الخمس هذا لله ولرسوله واليتامى وابن السبيل، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل، هذا الخمس. يبقى أربعة أخماس، هذه الأربعة ينفل منها من لهم موقف قوي في القتال بأن يعطيهم زيادة على أسهمهم، ثم بعد الخمس وبعد التنفيل يقسم الباقي على الجند. للفارسي سهم، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. الراجل يعطى سهم من الغني من أربعة الأخماس، ويعطى الفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. نعم. قال: وفي الرجعة الثلث بعده. وينفل في الرجعة حينما يرجعون من الغزو ويرجعون بغنيمة، فإن الإمام كما سبق ينزع الخمس ثم ينفل أهل القوة والشجاعة من الجند فيعطيهم الربع بعد نزع الخمس. نعم. قال: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. نعم، ويلزم الجيش طاعة الإمام وطاعة الأمير الذي أمره الإمام عليهم، لأنه نائب عن الإمام فيلزمهم طاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير قد عصاني. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويلزم الصبر معه، مع الأمير، أمير الغزو، الصبر معه على المشاق التي تعترض الغزو
في الجهاد، لأنهم لا بد أن يحصل عليهم مشاق من مشقة السفر ومشقة الجوع ومشقة العطش ومشقة التعب ومشقة القتال وهي أشد، فيلزم الجيش الصبر على هذه المشاق، لأن هذا هو معنى الجهاد. الجهاد معناه بذل الجهد والوسع والقدرة في قتال الكفار بما يتضمن ذلك من المصاعب والمشاق والمخاطر التي يعترض لها المجاهدون، فيجب عليهم الصبر، لأن من لا صبر له لا يستطيع الجهاد بل لا يستطيع العبادة. الصبر هو قوام الدين في الجهاد وفي غيره، والصبر معناه حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه. هذا كما سبق أن الغزو من صلاحيات الإمام، فهو الذي يأمر به، فلا يجوز أن يبدأ المسلمون غزوا للكفار إلا بإذن الإمام، لأن هذا من صلاحياته، والغزو بغير إذنه خروج عليه وافتئات عليه، إلا في الأحوال التي سيذكرها. نعم. قال: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. لا يجوز للمسلمين أن يغزوا، ولا يجوز للجند أن يغزوا إلا بإذن الإمام، لأن هذا من صلاحياته، إلا في حالة واحدة: إذا فجأهم عدو، يعني أتاهم فجأة ولا يتسع الوقت لمراجعة الإمام وطلب الإذن منه، لأنهم لو تأخروا لمراجعة الإمام وطلب الإذن منه فتك بهم العدو، فيجب عليهم أن يقاتلوه وإن لم يأذن الإمام، لأن هذا في حكم المأذون، هذا في حكم المأذون، ولأن هذه حالة ضرورة، حالة ضرورة. فإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه، يعني بأسه وخطره، فإنهم يدفعون هذا العدو ويدفعون خطره بقتاله ولو لم يأخذوا إذن الإمام، لأن هذه حالة خاصة. نعم، أثابكم الله. قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار ينقسم إلى قسمين: قسم الأول أموال منقولة كالدراهم والدنانير والأمتعة والخيل والإبل والغنم وسائر الأموال المنقولة التي يصيبها المسلمون في حال قتال الكفار. والنوع الثاني أموال ثابتة كالأراضي والديار والمزارع. الأول يسمى غنيمة، يسمى غنيمة. والنوع الثاني وهي الأشياء الثابتة يسمى فيئا، وسيأتي الكلام في الفيء. الآن نحن في الغنيمة، في النوع الأول وهي الأموال المنقولة تسمى بالغنيمة، والغنيمة ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار في بالحرب، في أثناء الحرب وأثناء القتال، هذا يسمى غنيمة، لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وفي قوله سبحانه وتعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. والغنيمة هي أطيب المكاسب، أطيب المكاسب الغنيمة، قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، لأنه أخذ بواسطة الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذه هي الغنيمة، ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار
في دار الحرب. نعم. وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. الغنيمة لمن تكون؟ تكون لمن شهد الوقعة، لمن شهد الوقعة بين المسلمين والكفار من أهل القتال الذين يصلحون للقتال ولو لم يقاتلوا، سواء باشروا القتال أو لم يباشروه، فإن لهم من الغنيمة. هذه الغنيمة هي لمن شهد الوقعة، أما من لم يشهد الوقعة فليس له من الغنيمة شيء، وإنما يكون له من الفيء كما يأتي. نعم. شاهد الوقعة ومن لم يشهدها، يعني شاهدها وإن لم يباشر القتال بيده لكن كان ضمن جيش المسلمين، ضمن جيش المسلمين وهو مستعد للقتال لو احتاج إليه، مثل يكون معهم كاتب، يكون معهم سائق، يكون معهم طباخ، يكون معهم كذا، وهم مسلحون، لو احتاج إليهم لقاتلوا وهم ردء للمسلمين بلا شك. نعم. هؤلاء يفرض لهم من الغنيمة، لهم من الغنيمة لأنهم شاهدوا القتال وهم أهل القتال. نعم. قال: فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. نعم. هذا تقسيم الغنيمة. أول شيء ينزع الإمام منها الخمس، وهذا الخمس يكون لله ولرسوله ولمن ذكر الله سبحانه وتعالى معهم، وسهم الله ورسوله هذا يكون في مصالح المسلمين. سهم الله، سهم رسوله من الخمس يكون في مصالح المسلمين، هذا يسمى خمس الخمس، خمس الخمس لله ولرسوله. فخمس الخمس الذي لله ولرسوله هذا يكون لمصالح المسلمين. وأربعة أخماس الخمس هذه تقسم على من ذكر الله، ذوي القربة وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، لهم خمس الخمس، واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه خمسة أخماس. أما خمس الخمس الذي لله ولرسوله فهذا في مصالح المسلمين، وأما سهم ذو القربى فيصرف لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه خمسة. أربعة الأخماس الباقية يقسمها بين الغزو، للفارس للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. نعم. قال: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. الجيش هو الجند الكبير، هو الجند الكبير من المسلمين، والسرية هي قطعة من الجيش، قطعة من الجيش تنفرد منه لمهمة من مهمات القتال، فهي قطعة من الجيش والجيش ردء لها. فلو أن السرية غنمت والجيش لم يغنم، فإنما غنمته السرية يكون مشتركا بين الجيش وبين السرية، لأن الجيش ردء لها لو احتاجت إليه. وكذلك بالعكس، لو غنم الجيش في غياب السرية والسرية لم تغنم، كانت ذاهبة في مهمتها ولم تحصل على مغنم، لكن الجيش غنم فإنها تشاركه لأنها منه وقطعة منه، وهي ردء له أيضا لو احتاجه. نعم. قال: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. نعم. الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا هو الغال. الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، والغلول كبيرة من كبائر الذنوب،
قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من غل شيئا فإنه يأتي به يوم القيامة يحمله على عنقه، قد يحمل شاة وقد يحمل بقرة وقد يحمل بعيرا، قد يحمل غير ذلك من الأثقال على عنقه يوم القيامة فضيحة له. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا الغلول من الغنيمة، وهي الأخذ منها قبل أن تصيبها المقاسم، لأن الواجب أن تجمع الغنيمة ولا يأخذ أحد منها شيئا إلا إلى أن تقسم فيأتيه نصيبه الذي فرضه الله له. ويلتحق بالغال من الغنيمة كل موظف يبخس من أموال الدولة شيئا لم يؤذن له فيه، كل موظف وكل عامل، العامل على الصدقة غال أيضا. هدايا العمال، قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. والموظف الذي يأخذ من بيت المال من غير أن يعينه له الإمام ومن غير راتبه المخصص له على وظيفته، هذا من الغلول أيضا والعياذ بالله، وسيأتي به يوم القيامة يحمله على ظهره. والغال له عقوبة، وهو أنه يشهر به فيحرق رحله أي أثاثه، وهذا من العقوبة بالمال. استدل به العلماء على جواز العقوبة بالمال، يحرق رحله كله إلا السلاح، لأن السلاح يحتاجه المسلمون ويقتل به العدو، وفي إحراق السلاح إضعاف للمسلمين. وإلا المصحف، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، إذا كان معه مصحف في رحله فإنه يخرج ولا يحرق، لأنه كلام الله عز وجل. وكذلك ما فيه روح من الحيوانات، إذا كان في رحله أغنام أو طيور أو غير ذلك فلا يحرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يحرق ما فيه روح. فيخرج من رحله هذه الأشياء: أولا السلاح، ثانيا المصحف، ثالثا ما فيه روح، والباقي يحرق بالنار أمام الجند من أجل ردعه ومن أجل النكاية به ومن أجل التشهير به. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. هذا النوع الثاني من أنواع ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار، وهو الأراضي والمزارع والبلاد التي يفتحها المسلمون عنوة، أي يأخذوها بالقوة. فهذه يخير الإمام بين أن يجعلها غنيمة ويقسمها بين الغانمين، وبين أن يوقفها، يجعلها وقفا للمسلمين عموما ويضرب عليها خراجا، أي أجرة تؤخذ ممن هي في يده، أجرة سنوية تؤخذ ممن هي في يده، وهذه الأجرة تكون لمصالح المسلمين. هذا معنى قوله: خير الإمام بين قسمها، يعني بين الغانمين، وبين وقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا، يعني أجرة سنوية مستمرة مدة الإجارة، يؤخذ ممن هي بيده ممن استأجرها، ويكون هذه الأجرة في مصالح المسلمين. وهذه تسمى بالأراضي الخراجية، لأن عمر رضي الله عنه لما فتح الشام ومصر والعراق أوقفها وضرب عليها خراجا يؤخذ لبيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. وإن قسمها الإمام، رأى المصلحة في قسمتها على الغانمين مثل الغنيمة، فلا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.
مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.